أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتباعه بعدم الاكتراث بالتسريبات الصوتية لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وألا يقام لها وزن على حد وصفه. وأشار الصدر في تغريدة لها على تويتر إلى أن صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر، موجها أتباعه الالتزام بالأوامر والنظام، لافتا إلى أنه داعم لخيار الشعب إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح. وتأتي تغريدة الصدر بعد يوم واحد من تسريب صوتي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هاجم فيه التيار الصدري، فيما سارع مكتب المالكي بنفيه والتبرؤ منه. انطلق عدد كبير من الحافلات من مدينة البصرة لتقل أنصار التيار الصدري نحو بغداد للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة. وقال مراسلنا إن الحافلات انطلقت منذ ساعة الصباح الأولى لنقل آلاف من المتجمعين أمام مكتب الشهيد الصدر وسط مدينة البصرة، فضلا عن مصلي الجمعة في منطقة 5 ميل، مشيرا إلى أن لجنة المنظمة استأجرت القطار المتوجه نحو بغداد مساء اليوم بعد نفاد الآليات والحافلات. ومن جهته لفت رئيس اللجنة الفرعية في البصرة مؤيد الكعبي إلى أن الثقل العددي سيكون للمحافظات الجنوبية، مبينا أن اللجنة المركزية ستقوم باستقبال المشاركين بأوقات محددة بحسب المحافظات في مدينة الصدر وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، متوقعا أن تكون تلك الصلاة مليونية ومنظمة على مستوى عال. أعلنت بعثة الحج وصول أول طائرة إلى مطار بغداد الدولي تقل على متنها 347 حاجا. وذكرت البعثة في بيان أن طائرة أخرى ستصل مساء اليوم إلى النجف وعلى متنها 190 حاجا، مشيرة إلى أن نحو 41 قافلة برية ستغادر اليوم أيضا من مكة المكرمة متوجهة إلى العراق. سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق اندلع داخل بناية تجارية في شارع السعدون وسط بغداد. وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني أن فرق الإطفاء تمكنت من إنقاذ 9 أشخاص وإخماد الحريق الذي اندلع داخل البناية التجارية من دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، فيما دعت المديرية إلى فتح تحقيق بالحادث وتحديد أسباب الحريق. لوح الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام القوة ضد طهران كملاذ أخير إذا لزم الأمر في حال فشل مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015. بايدن الذي يزور الكيان الصهيوني قال خلال مقابلة تلفزيونية إن سلفه دونالد ترامب ارتكب خطأ فادحا عندما ترك الاتفاقية، فيما لفت إلى أن إيران حاليا أقرب إلى تطوير أسلحة نووية مما كانت عليه في الماضي، مؤكدا أن الشيء الوحيد الأسوأ هو امتلاكها لتلك الأسلحة. في أمان الله.